صباح الخير، نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت لبنان. العناوين: صباح الخير. صفقة القرن قرشت فلسطين بخمسين مليارا وسيلت القدس عاصمة موحدة لإسرائيل. Jerusalem will remain Israel's undivided, very important, undivided capital. ومحمود عباس يرفض فتاة الرغيف. سنقبل بدولة بدون القدس؟ مستحيل. فهمي ينفي اتخاذ قرار أمني بتحرير وسط بيروت من السوار. باسيل يأخذ على الحريري كسله في العمل وكان يفضل الثقة قبل الموازنة. أزمة في مكاتب السفر بسبب بيع الميدل إيست التذاكر بسعر الصرف الرسمي. كورونا ينتشر، 6000 حالة في الصين وأولى في الإمارات. بيان توضيحي هام من شركة تاج بست فود. يتم التداول عبر الواتساب لتسجيل صوتي مجتزأ عن تقرير بثته إحدى القنوات اللبنانية منذ حوالي سنة لدخول أرز مسرطن يحتوي على نسبة عالية من المبيدات الأسواق اللبنانية من قبل إحدى الشركات التي نتحفظ عن ذكر اسمها. بعض المغردين والمنافسين الحقودين أرفق صورة أرز تيجان مع الخبر بهدف تضليل المستهلك والنيل من النجاح الباهر السريع والإقبال الشديد على شراء أرز تيجان، الأرز العضوي الخالي تماماً من المبيدات وأي مواد كيماوية، وهو علامة تجارية تملكها شركة تاج بست فود العريقة باستيراد الأرز الفاخر. تيجان علامة تجارية للطعام الفاخر. 80 صفحة كتبها صهر الرئيس الأمريكي لطي نزاع عمره 80 عاماً. المجلد الأمريكي حمل عنوان صفقة القرن. قرش الصفقة بخمسين مليار دولار وسيل أراضي القدس بوعود برفع الدخل القومي للفلسطينيين، مع التأكيد على القدس عاصمة موحدة لإسرائيل. جاريد كوشنر لوح برغيف الخبز للفلسطينيين مخيرا بين القبول بجزء منها بدلا من مشاهدة رغيف كامل يختفي. ماذا قال الرئيس الأمريكي؟ Under this vision, Jerusalem will remain Israel's undivided, very important, undivided capital. This map will more than double the Palestinian territory and provide a Palestinian capital in eastern Jerusalem where America will proudly open an embassy. No Palestinians or Israelis will be uprooted from their homes. Over the next 10 years, if executed well, 1 million great new Palestinian jobs will be created. Their poverty rate will be cut in half, and their poverty rate is unacceptable now and only getting worse. Their GDP will double and triple, and much-needed hope, joy, opportunity, and prosperity will finally arrive for the Palestinian people. Our vision will end the cycle of Palestinian dependency upon charity and foreign aid. They will be doing phenomenally all by themselves. They are a very, very capable people. إذن قال ترامب في خطته إن القدس ستبقى عاصمة موحدة لإسرائيل وتضاعف الخطة الأراضي الخارجة من نصيب الفلسطينيين وتعطي لفلسطين عاصمة في شرق القدس حيث ستقيم الولايات المتحدة سفارتها. ترامب أكد أن لا إخراج للفلسطينيين أو الإسرائيليين من منازلهم، وفي السنوات العشر المقبلة وفي حال حسن تنفيذ الخطة فإنها ستوفر أكثر من 1 مليون وظيفة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع خفض معدلات الفقر بنسبة 50%، كما ستضاعف الدخل القومي للفرد الفلسطيني. وتشمل الخطة أيضا تنفيذ استثمارات بقيمة 50 مليار دولار في القطاع والضفة والدول العربية المجاورة، وتنفيذ 179 مشروع للبنية الأساسية وقطاع الأعمال، ودعم توسعة موانئ ومناطق تجارية قرب قناة السويس، وإقامة ممر بين قطاع غزة والضفة الغربية
تحديث خطوط الكهرباء بين مصر وغزة، وكما أشرنا توفير أكثر من 1,000,000 وظيفة. الرد الفلسطيني جاء على لسان الرئيس محمود عباس الذي رفض خطة ترامب وقال إن القدس ليست للبيع وأنا لن أموت خائنا. ما داموا بدأوا في الأول فأول القصيدة كفر. سنقبل بدولة بدون القدس؟ مستحيل أي طفل فلسطيني أو عربي أو مسلم أو مسيحي أن يقبل بهذا. سنستمر في عملنا وفي جهودنا وفي كفاحنا من أجل أن نصل إلى الدولة الفلسطينية المستقلة التي عاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 من حزيران. نحن سنحارب بكل ما لدينا من طاقة، متمسكون بالشرعية الدولية لأنها هي المرجعية. على العالم أن يفهم إنه هذا الشعب يستحق الحياة. رئيس الوزراء الإسرائيلي أشاد بدوره بخطة ترامب مشيرا إلى أنها تقدم طريقا واقعيا لتحقيق سلام دائم في المنطقة، ووصف الرئيس الأمريكي بأنه أعظم صديق لإسرائيل عرفه البيت الأبيض. وقال جاريد كوشنر إنه يمكن للفلسطينيين أن يتفاوضوا على أي نقطة خلافية مطروحة في خطة ترامب، كما يمكنهم إنشاء دولتهم غدا إذا بدأوا بالتفاوض، وأن اللاجئين ستتم إعادتهم إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية. ووصف جيريمي بن عامي رئيس مجموعة جي ستريت الأمريكية المؤيدة لإسرائيل عرض البيت الأبيض بأنه حيلة سياسية صارخة تهدف إلى صرف الانتباه عن المشاكل السياسية والقانونية لكل من ترامب ونتنياهو. وعقب إعلان الرئيس الأمريكي عن صفقة القرن، وقبل توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى موسكو اليوم لإطلاع الرئيس الروسي على تفاصيل الخطة، اعتبرت الخارجية الروسية أن اقتراحات واشنطن بشأن الشرق الأوسط هي واحدة من المبادرات، وقالت ليست واشنطن من يتخذ قرار التسوية، ويجب أولا على الإسرائيليين والفلسطينيين أن يحددوا رأيهم. وفي لبنان إضراب في المخيمات الفلسطينية احتجاجا على صفقة القرن. إلى الجنوب مع رائف الملاح. عم الإضراب العام ويوم الغضب مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في صيدا والجنوب اليوم احتجاجا على صفقة القرن التي وصفوها بصفقة العار، وشمل الإضراب كافة المؤسسات ولا سيما المدارس التابعة لوكالة الأنروا. وشهدت شوارع مدينة صيدا التي تضم أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان مخيم عين الحلوة مسيرات سيارة ليلا انطلقت من حي الزهور وجابت شوارع المدينة رفضا لصفقة القرن، ورفع المشاركون الرايات الفلسطينية وسط هتافات منددة بالعدو الإسرائيلي. كما شهد مخيم عين الحلوة ليلا تظاهرة شعبية انطلقت من أمام مفرق سوق الخضار في الشارع التحتاني، ردد خلالها المشاركون هتافات أكدت أن هذه الصفقة لن تمر، كما أكدت على الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق العودة. إلى ذلك أصدرت حركة فتح بيانا أعلنت فيه الاستنفار في المخيمات وأن اليوم هو يوم غضب في كل المخيمات في لبنان. وعقد ليلا اجتماعا لكافة الفصائل الفلسطينية في منزل اللواء منير المقدح، أعلن خلاله المجتمعون عن رفضهم لهذه الصفقة ووقوفهم إلى جانب الرئيس محمود عباس، ودعوا الدول العربية لرفض هذه الصفقة والالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. كما ستشهد اليوم المخيمات الفلسطينية تظاهرات غاضبة احتجاجا على هذه الصفقة. من صيدا رئيف الملاح صوت لبنان. محليا، هل اتخذ القرار السياسي بإخلاء ساحة الشهداء وساحة النور في العاصمتين من المعتصمين وخيمهم وفتح الطريق من فندق لوغري إلى مسجد محمد الأمين؟ المحاولة الأولى حصلت أمس عندما عمدت القوى الأمنية على إزالة الحواجز الحديدية لفتح الطريق من مبنى جريدة النهار في اتجاه مسجد محمد الأمين، إلا أن الثوار تجمعوا وأعادوا الحالة إلى ما كانت عليه. وتناقلت وسائل التواصل خبرا عن اتخاذ السلطة قرار فرض حالة الطوارئ وإخلاء ساحات الاعتصام عند 7 من مساء أمس. وزير الداخلية محمد فهمي نفى عبر مكتبه الإعلامي ما يثار عن قرار أمني صادر عنه لفض اعتصام وسط بيروت، لافتا إلى أن إزالة الحواجز الحديدية عند مداخل ساحة الشهداء أتت بهدف تسهيل حركة المرور أمام المواطنين. وأكد فهمي للنهار أن لا قمع للانتفاضة بالقوة ولا مواجهة مباشرة مع القوى الأمنية ولا رصاصة مطاطا بعد الآن إلا في حدود ما يسمح به القانون عند الضرورة القصوى، وأن الوزارة تحترم حق الاعتصام والتظاهر ضمن الأطر القانونية،
خصوصا وأن معظم مطالب الناس الذين نزلوا إلى الشوارع محقة ومشروعة. واعترف فهمي بأن الحراك نجح في فرض واقع جديد لن يتمكن السياسيون من تجاوزه بعد اليوم. تزامنا وفي طرابلس سرت معلومات عن وجود نية لإعادة فتح ساحة النور وإنهاء إغلاقها أمام السيارات، ما استدعى نداءات للنزول بكثافة إلى الساحة منعا لاسترجاعها وسط استقدام مزيد من عديد الجيش والقوى الأمنية في الساحة ومحيطها. في المواقف، اعتبر الوزير جبران باسيل أنه كان من الأفضل أن تنال الحكومة الثقة ثم تمثل أمام المجلس لمناقشة الموازنة وإقرارها، وشدد على إعطاء الأولوية لوقف الانهيار المالي واستنهاض القطاعات الإنتاجية، ولا مانع بعد ذلك من الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة. باسيل اعترف للنهار أن ما لا يعجبه في شخصية الرئيس سعد الحريري أنه لم يكن من الناشطين في العمل، وانتقد موقف نواب المستقبل من الموازنة الذين حضروا وصوتوا ضدها، علما أن من أشرف على وضعها هو الرئيس الحريري نفسه. وقال باسيل عن الرئيس الحريري إنه يعتبر نفسه متماهيا مع الحراك، إلا أنه يردد كلاما آخر في الصالونات. الحكومة بين انصرافها إلى متابعة فصول البيان الوزاري واستضافة ورش اقتصادية اليوم في السرايا الحكومية. تقرير جوزيفين أبي غصن. تترنح لجنة البيان الوزاري على أبواب الورقة الاقتصادية والمالية التي سيتضمنها البيان في ضوء عدم اقتناع بعض أعضاء اللجنة بالأرقام الواردة في الموازنة التي تبناها الرئيس حسان دياب. ويقول وزراء مختصون إن القول بصفر عجز كذبة غير بيضاء بفعل تراجع الاستيراد وانخفاض نسبة تسديد الضرائب والرسوم، ما يؤدي تلقائيا إلى زيادة نسبة العجز بشكل كبير خلافا لما هو وارد في الموازنة. إزاء هذا الوضع، استعجل رئيس الحكومة لاستضافة ورشة عمل اقتصادية مالية اليوم يشارك فيها الوزراء المعنيون وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية والبنك الدولي لوضع دراسات ومقترحات عن كيفية معالجة الأزمة الاقتصادية النقدية والإجراءات المطلوبة من كل القطاعات. وقد يسار إلى تشكيل لجنة طوارئ اقتصادية، وتقول المعلومات إنه حتى الآن لا يزال لبنان يعاند رافضا تدخل صندوق النقد الدولي خوفا من شروطه القاسية. وكان وزير المال غازي وزني قد وضع الرئيس ميشيل عون في أجواء مناقشة البيان الوزاري وزيارة وفد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وقد أبدى الأخير استعدادا لمساعدة الحكومة في برنامج الأسر الأكثر فقرا. في محلياتنا أيضا، أزمة بين الميدل إيست ومكاتب السفر التي تظاهر موظفوها أمس احتجاجا على الوضع الذي ينذر بإقفال المكاتب بسبب ما اعتبروه تنافسا غير مشروع بين تذاكر السفر التي يضطرون إلى بيعها وفق سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بينما تبيعها الميدل إيست بسعر الصرف الرسمي، ما يهدد بتشريد حوالي 5000 عائلة من الذين يعيشون من العمل في هذه المكاتب. تألق لبناني في الباسكت والتنس بعد هذا الفاصل. موازنة 2020 واقع ولا تحاكي الواقع. ماذا عن المخالفات الدستورية وأرقام الدين العام والاستحقاقات بالعملة الأجنبية؟ وأين الرؤية الاقتصادية والاجتماعية؟ نقطع السطر يفتح الملف مع مدير المحاسبة العامة السابق في وزارة المال أمين صالح ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي في حزب الكتائب جان طويلي، ومداخلة للنائب رولا الطبش الأربعاء بعد نشرة أخبار الثامنة والربع مع نوالي شعبود عبر صوت لبنان. نقطة عصر. في منشات المساء اليوم الأربعاء: الثورة ما بعد مئويتها، ما لها وما عليها وأي أفق لها، ولبنان ما بعد صفقة العصر، هل يدفع الثمن أم يتجنب توطين الأمر الواقع وكيف؟ جردة حساب محلية وجولة أفق إقليمية ودولية مع منسق العلاقات الخارجية في حزب الكتائب اللبنانية مروان عبدالله. منشات المساء من صوت لبنان بعد نشرة الخامسة والربع، إعداد وتقديم ريتا أسعد. قراءة
قراءة هذا الصباح في المحورين الخارجي والداخلي مع الوزير السابق العميد مروان شربل. صباح الخير المعاليك. صباح الخير لك وللمستمعين كلهم. طبعا صفقة القرن هالمرة جديدة سيدفع لبنان الثمن. لا، إذا كنا متفقين مع بعضنا ومتكتلين مع بعضنا بعتقد ما حدا بيقدر يمرق شيء بلبنان. حكومة حسان دياب بما ومن تمثل خاصة وزراء تكنوقراط، هل قادرة أن تواجه الخطط الخارجية الخاصة بالدولة الفلسطينية؟ ما في حكومة من حكومات لبنان تقدر تواجه هيك خطر لوحدها. بدو كل اللبنانيين وكل السياسيين وكل أجهزة الدولة بدو يكون كلياتهم متضامنين مع بعضهم لمواجهة هيك نوع من الصفقات، لأنه إذا لا سمح الله صارت هيدي المتضرر الثاني من بعد الفلسطينيين هو لبنان، موضوع التوطين في لبنان، والتوطين في لبنان سيجر في قلب لبنان في داخل لبنان إلى التقسيم، ونحن هذا اللي ما بدنا إياه. معالي الوزير مروان شربل، طبعا في وزير داخلي جديد ضابط متقاعد مثل حضرتك استلم وزارة الداخلية، اليوم في حديث عن خطط جديدة ستواجه بها السلطة أو الحكومة الحراك، هل برأيك بلشت البوادر يوم أمس في وسط بيروت وأيضا في ساحات النور؟ لا امبارح صار في له تفسير خطأ، مش هيك قال وزير الداخلية. وزير الداخلية عم بيقول بدي افتح الطرقات على المواطنين خاصة على المحلات التجارية، بس ما قال انه بدي امنع التظاهرات والتجمعات. عم بيحاول انه يفتح الطريق على اللي كانت مسكرة اساسا. هلا بيصير في مشاكل بين قوى الامن وبين المتظاهرين حول هالموضوع بالذات، منشوف ساعتها ردة الفعل كيف بتصير. هل نجح الأمن على الثوار بجلسة إقرار الموازنة؟ هل سيتكرر هذا السيناريو بجلسة الثقة؟ أنا برأيي كان أغلب المتظاهرين أو أغلب الثوار مع إقرار مشروع الموازنة، لأنه هذا من اللي كانوا عم بيطالبوا فيه حكومة جديدة وإقرار موازنة. هلا يمكن بمرحلة من المراحل طريقة تأليف الحكومة خلت العالم تشك، خلت العالم يعني حتى لآخر لحظة شفنا كيف عم بتصارعوا حول بعض الحقائب، مشان هيك المتظاهرين شكوا بالموضوع وقالوا انه الحكومة عم تتألف مثل الحكومة اللي فلت او الحكومة اللي قدمت استقالتها. مشان هيك انا بقول اخذ الثقة موضوع صعب، اصعب رح يكون من موضوع الموازنة. إذا الموازنة أخذت 49 صوت، كم تقدر الثقة؟ يعني بعتقد الثقة قد ما أخذ بحدود 69 إذا قدروا حضروا، بياخذ قد ما أخذوا لما نكلفوا. هلأ بينقصوا شوي بيزيدوا شوي حول أوضاع بعض أو حول ظروف بعض النواب اللي ما قدروا وصلوا، أو اللي نواب اللي غيروا رأيهم، لأنه بتأليف الحكومة أنت بتعرف في وزير من الوزراء يعتبر على جهة سياسية معينة هي ما سمت رئيس الحكومة. غياب الوزير باسيل عن إقرار جلسة أو الموازنة، هل برأيك ستتكرر أو سيتكرر الغياب بجلسة الثقة؟ أنا بعتقد الحراك من وقت اللي تحرك وهذا كان خطأ، كان ميال لجهة واحدة وكان غاضب على جهة واحدة وهو الوزير جبران باسيل، وكأنه مش من باب الدفاع، وكأنه الوزير جبران باسيل هو المشكلة من 30 سنة لهلأ. وطبعا كل اللي اشتركوا من لحد هلأ كل واحد بيقدروا يعطوه قد ما هو اشترك بالحكومة، بيقدر إما سلبا أو إيجابا. الوزير باسيل حضوره بمجلس النواب مثل ما نحن شايفين هلا يمكن يفعل الغضب اكثر، بس انا بتمنى انه تنصحه انه ما يجي. لا، انا بتمنى انه يجي، منا مشكله مثله مثل كل هالعالم، مثل كل هالنواب، مثل كل هالنواب. عدم حضوره بعتقد في لاول مره يعني امبارح في سبب معين مشان هيك ما حضر. سؤالي الاخير، بتقديرك عميد، هذه الحكومة ستكون حكومة انتقالية مؤقتة أو ستبقى حتى نهاية العهد؟ شو ما كانت هذه الحكومة أنا برأيي فلتعطى فرصة، شو ما كانت
مؤقتة إنقاذية تعطى فرصة، والفرصة بتبلش من بعد ما بتاخد الثقة، من بعد ما بتاخد الثقة لنشوف البرنامج اللي بدها تعمله، البرنامج الاقتصادي، لأنه الوضع الاقتصادي اليوم ما بقى يحتمل، منشوف ساعتها. وبعتقد أنا مثل ما عندي معلومات أنه راح رئيس الحكومة يألف لجنة من خبراء محليين وخبراء خارجيين دوليين بيهتموا بالموضوع وبالشؤون الاقتصادية. اليوم بنهاية النهار الاقتصادي يعني؟ إيه نعم. بقى بدي شو بدنا نشوف ساعتها من إني هالأشخاص، شو البرنامج تبعهم، شو الخطة تبعهم، لحتى نشوف وشو المساعدات اللي بدها تجينا من برا من بعد الجولة اللي بدي يقوم فيها رئيس الحكومة. بدي أشكرك أنا الوزير السابق العميد مروان شربيل. فيروس كورونا الذي يرعب العالم ولا سيما الصين أودى بحياة شخص جديد في الساعات القليلة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 131 بعد تسجيل 25 حالة جديدة أمس حسب ما أعلنت السلطات الصينية صباح اليوم، كما ارتفع عدد المصابين بالفيروس في أنحاء الصين إلى حوالي 6000. إلى ذلك أعلنت الإمارات تسجيل إصابات بالفيروس الجديد لأشخاص من عائلة واحدة كانوا في مدينة ووهان في الصين، وأشارت وزارة الصحة إلى أن حالة المصابين مستقرة وتخضع للمراقبة الطبية. وارتفع عدد ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 50 قتيلا حسب ما أعلنت السلطات ليلا. ماذا الآن في الصفحة الرياضية؟ حقق فريق الرياضي فوزا في المباراة التي جمعته أمام فريق الجامعة الأمريكية في الإمارات ضمن بطولة دبي الدولية لكرة السلة، وانتهت هذه المواجهة بنتيجة 96-78. وتألق لبنان في الدورة الثانية لبطولة غرب ووسط آسيا للناشئين والناشئات دون 14 سنة في كرة المضرب التي أقيمت في المنامة في البحرين، وفي نهائي الفردي للذكور فاز أنطوني مكرزل على لاعب يمني وأحرز اللقب، وفي نهائي الزوجي للذكور فاز أنطوني مكرزل وكارل صايغ على ثنائي سوري وأحرز اللقب، وفي نهائي الفردي للإناث فازت ماريا بريدي على لاعبة من كيركيزستان. هذا وأحرز سائق هيونداي البلجيكي تييري نوفيل رالي مونتي كارلو المرحلة الأولى من بطولة العالم للراليات، وكسب المراحل الأربع الخاصة وأنهى المحطات الاثنتين في الصدارة متفوقا على سائقي تويوتا الفرنسي سيباستيان أوشيه بطل العالم 6 مرات والبريطاني إلفين إيفانز، وهي المرة الأولى التي يفوز فيها نوفيل برالي مونتي كارلو. وختاما مع صفحة الأحوال الجوية، الجو اليوم غائم إلى ماطر مع ثلوج متفرقة اعتباراً من 1500 متر. كان في النشرة صفقة القرن، قرشت فلسطين بخمسين ملياراً وسيلت القدس عاصمة موحدة لإسرائيل. Jerusalem will remain Israel's undivided, very important, undivided capital. ومحمود عباس يرفض فتاة الرغيف. سنقبل بدولة بدون القدس؟ مستحيل. مروان شربل يحذر من التوطين والتقسيم. فهمي ينفي اتخاذ قرار أمني بتحرير وسط بيروت من الثوار. باسيل يأخذ على الحريري كسله في العمل وكان يفضل الثقة قبل الموازنة. كورونا ينتشر، 6000 حالة في الصين وأولى في الإمارات. النشرة انتهت، نشكر لكم إصغاءكم.